احنا معانا الدكتور نبيل ندى، عميد كليه تربيه رياضيه سابقا، هو اللي تنبأ للكابتن الشناوي ان هيبقى حكم دولي وحكم على مستوى عالي جدا. دكتور نبيل، اهلا وسهلا، يا مرحب. ازيك يا دكتور نبيل؟ يا مرحب يا مرحب. انت تنبأت للكابتن الشناوي بانك هتبقى يعني حكم دولي، على اساس ايه قلت الكلام ده وتنبأت بيه؟ يعني قبل ما اقول هذا الكلام اسمحوا لي في البدايه اني احيي امير النبلاء مصطفى عبده. ربنا يكرمك يا دكتور نبيل. ومش عايز اتكلم كتير عنك دلوقتي، هيجي وقته. ربنا يسعدك. ثم تحياتي لضيفك العزيز المهذب احمد الشناوي. حبيبي يا دكتور نبيل، ربنا يخليك. اسمحوا لي قبل ما ادخل في الحديث مع والى الكابتن احمد الشناوي انني اسال الكابتن مصطفى عبده سؤال ثم الكابتن احمد الشناوي، وبعدين ما تجاوبوش دلوقتي، جاوبوا بعد ما اخلص المداخله بتاعتي. اتفضل. كابتن مصطفى عبده، هل تحب ان يذكرك الناس ويتذكرك بانك اللاعب الدولي مصطفى عبده ام الاعلام المتميز مصطفى عبده؟ واتوجه بالسؤال ايضا الى عزيزي الكابتن احمد الشناوي واقول له، تحب الناس تذكرك بانك الحكم الدولي احمد الشناوي ام الخبير التحكيمي احمد الشناوي؟ واسمحوا لي ابدا من حوالي 30 سنه فاتوا. في يوم من الايام كان في معسكر للحكام في المركز الاولمبي في المعادي، ودعاني رئيس لجنة الحكام ولجنة الحكام الرئيسية العمالقة، وأنا بقول العمالقة وأعي ما أقول ولعل اللبيب بالإشارة يفهمه، لجان الحكام العمالقة، علي أنديل، مصطفى كامل محمود، حسين فهمي، أحمد محرم، وكان سكرتير اللجنة الكابتن أحمد جمال. نعم. ورحت أدي المحاضرة في الإعداد النفسي أيام ما كان في رجال بيفهموا، وإديت المحاضرة، وكنت أيامها بعمل أبحاث ما بعد الدكتوراه وبعد عودتي من أمريكا، والبحث كان عن دراسة تنبؤية عن الحكام المتميزين أو حكام المستقبل، وطبقت اختباراتي ولميت ورقي وشغلي وإديت المحاضرة، وبعدين رجع الزقازيق، فالكابتن احمد جمال، كابتن حسين فهمي، قال له انت رايح الزقازيق ليه؟ ما تقعد تفايت معانا، انت عندك محاضره بكره. قعدت في الغرفه مع الكابتن احمد جمال وسهرت وعملت الشغل وصححت الاختبارات وعملت الاحصاء، فاذا بي اجد 50 حكم المقدمه والترتيب الاول واعلى درجات كانت لحكم اسمه أحمد الشناوي. فقلت الكابتن أحمد جمال، فين كابتن أحمد الشناوي، تعرفه؟ قال لي ليه، في حاجة؟ قلت له هذا الحكم سيكون حكم دولي وشيء آخر بس مش هقوله دلوقتي. أما قال لي حكم دولي ده لسه حكم درجة أولى بقاله يومين ولا حاجة. قلت له المؤشرات عندي تنبئ بأن هذا سيكون حكم دولي وله شأن في مجال التحكيم، أنا عايز أشوفه. قال لي بكرة الصبح هنبقى نشوفه في المعسكر وأدبه. جه الكابتن أحمد الشناوي تاني يوم، حطيت إيدي على كتفه وقلت له أنت هتبقى حكم دولي وحاجة تانية بس مش هقول لك دلوقتي. مشي ولقيته بيتمتم، وتبقى تسأله تمتم قال إيه؟ وما عليك مرت الأيام وأصبح أحمد الشناوي حكم دولي. ثم مرت السنين وأصبحت أنا رئيس منطقة الشرقية لكرة القدم، فعملت احتفال للكابتن عصام عبد الفتاح بمناسبة ذهابه للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم. نعم. وجاء في هذا اللقاء الكابتن حسين فهمي والكابتن أحمد محرم وكابتن جمال الغندور وعصام عبد الفتاح وجميع رؤساء لجان الحكام الفرعيه في الوجه البحري وخط القناه. وكان يجلس على يساري الكابتن جمال الغندور وعلى يميني الكابتن احمد الشناوي.
وحصلت مداخلات وحوارات في القانون والقاعه مليانه، فانا ميلت على الكابتن احمد الشناوي وقلت له اهدى انت مستعجل ليه؟ وبعد دقائق بصيت لقيت الكابتن احمد الشناوي مش جنبي. بصيت للكابتن جمال الغندور قلت له ايه في ايه؟ قال لي يبدو انه جاء. قلت له ستثبت الايام انني تكلمت معه بصدق واخلاص، وهذا الرجل سيكون له شأن في مجال التحكيم. ومرت الأيام والسنين، فإذا بي بأتصل في يوم من الأيام بالتليفون بالكابتن أحمد الشناوي، لا لأعلمه ولكن لأتعلم منه فلسفة القانون. يا سلام. وليصبح اليوم أحمد الشناوي هو فيلسوف التحكيم في مصر والوطن العربي كله. طيب كويس، احنا وصلنا النقطة هنا يا دكتور نبيل بعد اذنك، يعني بعد اذن مقاطعتك، يعني تراك في التحكيم المصري دلوقتي. التحكيم المصري شأن اداء اللاعبين وشأن ادارة كرة القدم والمنظومة. التحكيم المصري مكون من مكونات هذه المنظومة، فاذا ارتفعت المنظومة ارتفع التحكيم، إذا انخفضت المنظومة انخفض التحكيم. وفي جميع الأحوال فإني أرى التحكيم هو الأفضل من عناصر اللعبة الأخرى. طيب دكتور نبيل، معنا فرصة بقى وأنت موجود معانا برضو، كان ليك لقاء مع الخبير الأجنبي بريرا فيتوريا، قعدت معاه حوالي ساعة ونص. إيه اللي دار بين الاجتماع ده، وإيه اللي أنت عرفته من الراجل ده وفهمه بالنسبة للتحكيم، وهل ناجح ولا مش هينجح في مصر، ولا حاجات كتيره جدا يعني دارت في الحوار. تقدر تقول لنا كده يعني بتوتاله كده سريعه كده انت حصل معاه ايه؟ اصل بتقولي سريعه يعني هقول لك كلمه واسكت. انما لما تسالني هذا السؤال يا دكتور مصطفى، اتفضل، فعليك ان تعلم انني عندما جلست مع هذا الرجل في لقاء مغلق لم اكن ذاهب لتقييمه، ولكن هو دعاني للتعاون معه في نقطة، وشخصنا مرض التحكيم في نقطة، وكنا يجب علينا جميعا أن نتجه بعد التشخيص المرض للعلاج. نعم. ولكن قيل لي أن في مسؤول في الاتحاد عطل هذا الكلام، وقلت لهم معقول؟ قالوا ده راجل مؤدب. قلت لهم المسؤول المؤدب ده اللي عطل الموضوع أدب نفسه، احنا عايزين ناس بتفهم. على أي حال أقول بإيجاز وبصوت واضح إن في مصر قيادات وطنية قادرة على إدارة شؤون التحكيم، ولا ألجأ لخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، ممكن ألجأ لخبير حتى مستشار يخطط برامج، لكن رئاسة لجنة الحكام يجب أن تكون العنصر الوطني، فلم يحدث هذا في تاريخ مصر ولا حتى في عهد الملك فاروق. وأنا مش هقول غير الكلمتين دول، والراجل دعاني عشان أتعاون معاه في جزئية، لكن توقف هذا المشروع لأسباب إما وراها جهل أو سوء نية، والله أعلم. طيب احنا طبعا اصل انا قررت النهارده يعني الحمد لله رب العالمين ان نفتح هذا الموضوع وننظف الساحه الرياضيه شويه كده، ونشوف ايه سبب اللي خلى الحكام بالطريقه دي كله، ومين اللي بيدير المنظومه دي كلها زي ما انت قلت. التحكيم زي المنظومه اللي بتدير كره القدم المصريه. انما لما اجي ارجع واقول انت بتتفرج على الماتشات دلوقتي وبتشوف الفار، هل الفار ظالم ولا مظلوم يا دكتور نبيل؟ اسمح لي انني اتكلم على مبادئ عامه ومش هدخل في التفاصيل دلوقتي، فاقول لسيادتك الاتي. اتفضل. جميع المحاولات لتحليل اخطاء الحكام بتكون من منظور فني فقط، ولكن هناك ما يجب ان يكون وهو تحليل اخطاء الحكام من منظور نفسي. ما يتم في استوديوهات التحليل والموجودين في استوديوهات التحليل بقول لهم التحليل ده علم، في البحث العلمي منهج اسمه المنهج التحليلي،
ولا يقترب لهذا الموضوع إلا من له خبرات طويلة ودرس وتعلم. أحمد الشناوي لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بعد سنوات من الدراسة والتعليم والمحاضرات والدورات. صح. هذا علم. وما يحدث في مجال التحكيم الآن هو تشخيص للأخطاء دون وضع حلول لهذه الأخطاء. نحن نعالج الظاهر، نعالج العرض، ولكن الأسباب في البطن داخل الصدر، أسباب نفسية. أين الاتزان الانفعالي للحكم؟ أين الثقة بالنفس؟ أين الشجاعة في اتخاذ القرار؟ هذه الموائمات وهذه الاحتواءات وهذا التعويض وهذا الخوف، هذه مسائل تحتاج إلى علاج نفسي. ما يحدث في لجنة الحكام من معالجة الأخطاء والفيديو ومش الفيديو والكلام ده والخط الأحمر والخط الأحمر والكرة راحت للإيد ولا الإيد اللي راحت للكرة، كل ده تشخيص لخطأ. ولكن أين الحل؟ نريد عندما نتكلم عن الأخطاء نضع الأسباب، نذكر الأسباب ثم نضع روشتة للعلاج. وهذا ما يجب على المحللين. القنوات الفضائية اتمهلت محللين، وأرجو أن يعلموا مش ممكن واحد يعتزل امبارح يوم يجي يحلل النهاردة. هذا كلام يا جماعة لازم تنتبهوا، انتوا بتخاطبوا ملايين. دوركم التوضيح والتثقيف وتعليم الحكام أيضا. يعني التحكيم ما يحدث الآن يجب أن ننتبه له. المسألة مش مسألة صفارة وقرار. نعم. المسألة مشاعر جماهير ولعبة شعبية تؤثر على المزاج العام. المسألة ليست قرارات حكم فقط، وليست تحليل أخطاء، ولكن الوصول إلى حلول. ما هي الروشتة؟ اللي يتكلم مش يشخصوا بس. نعم. ما اللي موجودين في اتحاد الكرة وفي لجنة الحكام قد يكونوا بيشخصوا، لكن أين الحل؟ أين مشروع الحل؟ أين مشروع الارتقاء بمجال التحكيم؟ يا جماعة الناس بتتقدم وإحنا محلك سر. للأسف. وأخشى للأسف. أخشى للأسف أن يكون المسؤولين مكبرين مخهم. لا، هم ما بيعرفوش حاجة يا دكتور نبيل، المسؤولين مش المسألة. عارفين حاجة. المسألة إما جهل. شوف، إذا وجدت مكان في أخطاء فاعرف أن وراء هذه الأخطاء إدارة إما جاهلة أو إدارة لا يوجد عندها ضمير. المسألة إدارة، المسألة وعي، المسألة ضمير. يا أخوانا افهموا، هذا وطن كبير، مصر كبيرة، الاتحاد المصري لكرة القدم مؤسسة كبيرة. مش ممكن أن يبقى حكامي بيعلموا الناس برة وأنا عندي هنا ما عندي. أنا مش عايز أتكلم لأن عندي أسرار ما أقدرش أقولها. لا لا، ما تكملش يا دكتور نبيل بعد إذنك، ما تكملش، لأن أنا فاتح السكة دي خلاص بالنسبة للتحكيم. فإحنا بنستأذنك قبل ما الكابتن شناوي يعلق على كلامك، إحنا بنستأذنك تكون معانا في حلقة هنا على الهوا عشان نتكلم في كل حاجة. أنت عندنا التحكيم مش بعافية، ده بعافيتين وثلاثة وأربعة وخمسة ومش باين لها، واللي بيديروا المنظومة بعافيتين وثلاثة وأربعة ومش عارفين حاجة. فإحنا بنستأذنك بعد إذنك، يعني بعد إذنك، إن أنت تكون معانا في حلقة من حلقات المجري هنا عشان نفصص كل الكلام اللي أنت بحضرتك بتقول. كلام مهم جدا، كلام مش بيتقال من شخص عادي، لا، ده بتاع عميد كلية تربية واخد ماجستير ودكتوراه في التحكيم نفسيا وبدنيا وكل شيء. أنا تحت أمرك. ربنا يخليك، أنت معاك بقى كابتن، أنا خدت الكلام كله ومعاك كابتن شناوي. معلش يا دكتور نبيل. طبعا دكتور نبيل انت عارف طبعا مدى رأيي وتقديري ليك في كل شيء، وانت يعني فعلا قلت لي انت هتسابق الناس دي باللفظ كده، قال لي انت هتسابق، انت فكرك في القانون وفلسفتك هتسابق الناس. بس انا عايز اتكلم في حاجة مهمة قالها الدكتور نبيل، وشيء مهم يا كابتن مصطفى. اتفضل يا حبيبي. ان التحكيم بالفعل اصبح علم. كل حاجه بقت علم يعني. لا، التحكيم عايزين نقول أيوة، لا، مش فهلوه زي ما بيتكلم الدكتور نبيل. الدكتور نبيل اتكلم في حاجه مهمه وانا عايز اقولها دلوقتي للناس كلها. حضرتك في البطولات الموجوده دلوقتي على مستوى العالم، في شخصيه موجوده جوه لجنه الحكام في البطولات، شخصيه دكتور اسمه بتاع المينتال بريبريشن،
الاعداد الذهني طبعا للمباراه النفسي موجود. ما هو يعني أيوة موجود أنا. ليه انا سالته انا في الفيفا بقى حاجه طلع ان موجود عشان عين الكابتن مصطفى عبده للمباراه النهائيه. هو ازاي يخش عليه ويقعد ويشوفه ويكلمه حد يأهله ازاي ذهنيا لاداره المباراه؟ حكم حصل له اخفاق في مباراه ازاي يطلعوا منها زي لعيب كوره يا جماعه بالظبط. هو ده النهارده اللي بيتكلم فيه الدكتور نبيل. هو لا. علم يعني دكتور الجديد يا كابتن في حاجه اسمها المناعه النفسيه لحكم كره القدم. المناعه النفسيه المساله دي يا كابتن مصطفى يا فضل. كابتن احمد ايوه يا كابتن العلم اثبت ان عمل حكم كره القدم عمل عصبي نفسي. الناس مش فاهمه، الناس بتشخص المرض لكن ما بتذهبش لمعرفه اسبابه وعلاجه، ما بيوضعوش الروشته. وادي اللي بطلبه من كابتن احمد الشناوي، لما تحلل انت رجل اهل لان تحلل وتقول لنا الاسباب، وفي نهايه الكلام في الاستوديو يا كابتن احمد قول لنا الروشته ايه اللي يعملها الحكم، تنصح الحكم بايه. حاضر. لازم تقول النصيحه ماشي علشان ما ينتهيش الكلام مجرد كلام وثرثره في التلفزيونات وفي القنوات وفي استوديوهات التحليل، وكل من هب ودب يدخل استوديو التحليل ويتكلم. للاسف انما انت طلعت بعد سنوات من المذاكره والتاهيل والمحاضرات والدورات، ما يجيش واحد معتزل امبارح الا طالع بيحلل. التحليل ده يا جماعه عمليه مهمه جدا، عمليه علميه، ده منهج من مناهج البحث العلمي. فارجوكوا في نهايه اي كلام لابد نقدم روشته، نقول وعليه يجب ان نفعل كذا وكذا وكذا. دكتور نبيل انا بشكرك ومش عارف اشكرك ازاي، لكن بقول ايه، الحوار مفتوح معانا في قناه النادي الاهلي وبرنامج المجري، لان هيبقى فيه هتفق مع حضرتك على حلقه نفصص فيها التحكيم، واحنا اللي ندي العلاج بقى مش الناس اللي هي موجوده بتدير الكوره، احنا وحضرتك هتدي العلاج وتقول للناس ادي التحكيم المصري فين وهيبقى ايه. دكتور نبيل انا بشكرك، مش عارف اقول لك ايه بصراحه والله وحياه ربنا، انك قيمه علميه وقيمه وقامه لينا في مصر، والاتحاد المصري لكره القدم ما بيستعينش بيك، ونجيب ناس اجانب ما تعرفش حاجه، لان انا عارف جزء كبير قوي من الحوار اللي حصل مع الراجل الخواجه، فحاجه تزعل، حاجه تزعل. بشكرك يا دكتور نبيل. شكرا يا دكتور نبيل جدا على المداخله الجميله دي. هناك مسؤولين زمان رجال كانوا في اتحاد الكوره بيستعينوا بنا، العمالقه علي انديل ومصطفى كامل محمود والكبار. احنا بعد اذنك هنستعان بيك بقى يا دكتور، وهتسمع الرد بتاعي بقى تقول لي اتنادى بايه كابتن مصطفى ولا المذيع ولا الكلام ده كله، هرد عليك دلوقتي وتقول لي الشناوي كمان يرد عليك. شكرا يا دكتور نبيل.